عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم نتوما في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناتنا كويزين صافو مع وصفة جديدة او فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نتشارك معكم هذه التحلية او بما يسمى حل الخشخش. صراحة كيجي زوين بزاف وبمقادير اللي بسيطة. يلا نتعرفوا على مقادير وطريقة تحضير وكنتمنى لكم فرجة وممتعة. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا بسكوي. بالنسبه لي يعني تقدروا ديروا الملح ولا الحلو، ولكن في هذه الوصفه كيجي احسن المالح. بالنسبه للبسكوي انا حتى يعني استعملت هذا بسكوي، هذا الا متوفر راه زوين بزاف وما فيهش الملوحه. غادي نحتاج لتر ديال الحليب، 4 ديال صفار البيض، وربعة القطع ديال الجبن يعني تقدروا ديروا المثلث. وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال النشا، وغادي نحتاج 5 ديال المعالق ديال الحليب المكثف المحلى. بالنسبه للوصفه راه حطيناها في القناه، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. واهم حاجه في هذه الوصفه هي الشعريه الباكستانيه. بالنسبه لهذه الشعريه غادي تلقاوها عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلوى. اللي ما متوفرش عنده يقدر يعوضها بكنافه او شعريات الصفه. يعني كاين اللي كيدير الوصفه بهاد بالشعريات الصفه، يعني الشعريه كتكون رقيقه، انتم كما كتشوفوا كتكون رقيقه بزاف. نبداو على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه خديت هنا مقله. بالنسبه للشعريه غادي نحمرها، تقدروا تحمروها في الفران، انا غادي نحمرها غير في مقيله. هانتوما غادي راه سهله كتهرس دغيا. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما هرست هذيك الشعريه، يعني هرستها هكا صغيره، دابا غادي نبدا نحركها حتى تحمر ليا ورجع لكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا في اليوم. هانتوما كما كتشوفوا راه بدات كتحمر، ولكن العافيه تكون مهيله باش ما تحرقش. وهي تحمرات الشعريه ديالي، دابا غادي نخليها على جناب وغادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج هنايا خلاط، غادي ندير فيه اطرو ديال الحليب، غادي نضيف 4 ديال اصفار البيض، غادي نضيف مربع ديال الجبن، غنضيف صاشي فاني قبيله نسيت ما قلتهاش لكم، وربعة المعالق ديال النشا، وغادي نحتاج 5 ديال المعالق ديال الحليب المكثف المحلى. هانتوما كما كتشوفوا هذا راه استعمال منزلي. دابا غادي نخلط الكل وغادي نرجع لكم ان شاء الله من بعد. انا خديت كاسرونه شعلت عليها. بالنسبه للخليط ها هو طحنته لمده ديال 3 ديال الثواني باش تخلطوا ليا جميع المكونات مزيان وينسجموا. هنا كبيت الخليط ديالي وغادي نخليه على نار مهيله مع التحريك حتى يعقد لنا ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقه. ولكن مع التحريك المستمر باش ما يلصقش لكم من تحت. انتما كما كتشوفوا هي راه بدات كتعقد.
هانتوما شفتو دابا غادي نطفي عليها وغادي نخليها تقريبا واحد 30 دقيقة تبرد ونرجع لكم ان شاء الله مع الكمالة. من بعد ما بردت لي الكريمة ديالي غادي نضيف ليها جوج معالق ديال الزبدة عامرين مع 48 غرام ديال لا كريم شونتي. بالنسبه لا كريم شونتي ساشيا كتحتوي على 100 غرام، انا غادي نحتاج منها غير 48. غادي نعبر بالميزان باش نقول لكم شحال تقريبا من معلقه، المعلقه الاولى الثانيه كما قلت لكم محتاجين 48 غرام، الثالثه تقريبا 3.5. تقريبا 3 معالق عامرين ونص، يعني يكون عامر. دابا غادي نضيف البودرة ديالي مع الزبدة وغادي نخلط الكل مزيان. خديت هنايا مول دائري غادي نستفي البسكويت ديالنا. بالنسبة للبسكويت كاين اللي كيغطسو في الحليب، انا كنفضل ما نغطسوش باش اصلا ملي كندير عليه الكريمة وكنديرو في الثلاجة راه غادي يولي طري. دابا غادي ناخذ الكريمة ديالي غادي نصبها من الفوق دابا من بعد ما درت الكريمه ديالي غادي يجي الوقت ديال باش نوضع الشعريه. بالنسبه للشعريه هنايا كما كتعرفوا معاك كتجي شويه قاصحه، يعني تقدر تدك فيكم، لذلك هنا عندي صراحه واحد الفكره اللي كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذ طحان وغادي نضيف فيه الشعريه غادي نضيف عليها حبات ديال البسكوي وغادي نطحنها. هانتوما كما كتشوفوا وبهذه الطريقه غادي نحصلوا على ديك الخشخشه ومنها ما غاديش نضروا اللتة ديالنا. كملت غادي ندخلها للثلاجه هو على الاقل ليله كامله. بالنسبه للناس اللي زربانين بها يصاوبوها الصباح ويقدروا يتناولوها في العشيه، يعني تقريبا 6 ديال السوايع. ونرجع لكم ان شاء الله من بعد ما نخرجها للثلاجه ونرجع لكم مع الشكل النهائي. وانا رجعت لكم من بعد ما ارتحت ليا التحليه ديالي. دابا غادي نزينها هذاك البسكوي مع الشعريه اللي طحنا، زدت عليه هنايا شويه ديال الشعريه من بعد غادي ناخذ الشعريه ديالي وغادي نحاول نزين بها غير الجوانب. هاكم انا غادي نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. وانا
راني رجعت لكم مع الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا او حلى الخشخش. كما كتشوفوا بمقادير اللي بسيطة صراحة كيجي رائع في المذاق، وحتى ديك القرمشة او الخشخشة كاينة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وتقولوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم. الى فيديو قادم مع وصفة جديدة باذن الله، ودمتم سالمين. رائع، غير جربوه فعلا كيجي زوين بزاف. خليتكم على خير.